ولو حد بيمثل شيء، كما هو كهربا بيمثل النادي الاهلي، لو حد بيمثل اتحاد الكره في الوقت ده في اللحظه دي، كما هو كهربا او اي حد لابس شيرت النادي الاهلي او حاجه مكتوب عليها لوجو النادي الاهلي، فده بيمثل النادي الاهلي في نفس الوقت. وبعدين احنا لو احنا بنتكلم في اطار توضيح للناس جدا، لا احنا ما عندناش حاجه نخجل منها. كابتن وانت متخيل حاجه، لو احنا انت متخيله لو احنا عندنا حاجه فيها ادانه لاي حد في الكره، في اللعيبه ولا اللي موجودين، احنا هنتستر عليها، احنا اللي بنقول حاجه حتى لو ما كانتش باينه في كابتن سيد. هل في تواصل حصل ما بينك وما بين محمد فضل بخصوص الموضوع ده؟ انه يعني الاحتفال كان بروتوكولي وكل حاجه، لكن الانسانيات دي برضو يعني كانت طاغيه على اللعيبه، وده شيء خارج عن ارادتهم، ده في الاول وفي الاخر زميلهم، وفي الاخر والاول والاخر كان جيلهم وكلهم مع بعض، يعني علاقه طيبه جدا، وده ملاحظ قوي. انا بدات كلمت محمد فضل قلت له كده، يعني لا اتكلمت خاصه الموقف الواضح جدا من النادي الاهلي من خلالك اللي هو وحتى انا هكمل لك بس الواقع عشان الناس تبقى عارفه كويس قوي مدى اهميه الاحاديث عندنا او الاحداث عندنا. من غير ما حد يقول لنا حاجه ولا يوجهنا لحاجه، احنا بنفسنا لما بيكون في حاجه احنا بنطلع نقولها. يعني انا بعد اللقاء مباشره كلمت كابتن محمد الخطيب على الواقعه دي، تمام؟ لو في حاجه حصلت شوفها، ولو في اي حاجه حتى لو علينا ناخد قرار على طول، ما فيهاش نقاش ولا جدال. انا شفت الموضوع من باب الامانه والله العظيم اكثر من 16 14 مره، شفتها اكثر من 12 14 مره اللقطه دي. اللقطه شفتها اكثر من 12 14 مره. احنا شفنا حاجه، يعني شفتها عشان ما يبقاش في حاجه معينه. انا مش ممكن حد هيوجهني ان انا اعاقب لعيب عندي عشان ارضي الدستور في المنظومه ككل، واكتر مني رئيس النادي لما قال لي الكلام ده، لو عندك حاجه، لو في اي حاجه للولد ده يبقى في حاجه بالنسبه له لازم يتعاقب. لو ما فيش حاجه خلاص، لو ما فيش حاجه انت هتواجهني، انت عايز يعني مثلا انا اعاقب لاعب على حد ماسك ايده او بيزقه او عايز يدفعه مثلا؟ يعني احنا بنتكلم في ايه؟ طب ما انا جبت كهربا بعد يعني بعد ما الحدث ده خلصت، اتكلمت مع كهربا وحكى لي الموضوع كله من اوله لاخره، وانا مش مكسوف ان انا احكيه على الهواء. الموضوع بدا ان الراجل محمود كهربا سلم على مؤمن وما سلمش على كابتن فضل. بس الموضوع بدا من هنا، ان انت بتسلم على واحد يا سيدي ما سلمتش نسيت ايا كان، مش ده يبقى النتيجه رده الفعل على طول ان انا ادفعك او ازقك. وبعدين انا لما اروح لجنه الانضباط يا استاذ اسلام، يا كابتن هادي، يا كابتن رامي، لما اروح لجنه الانضباط مش هاخد بشريط اللقاء؟ اكيد اكيد طبعا، هو هيرجع له شريط اللقاء نفسه اكيد. حضرتك محمود كهربا مقدم مذكره للاحداث اللي حصلت والشؤون القانونيه عندنا، هتاخدها تقدم، تمام؟ يعني لجنه الانضباط في الاحداث مظبوط، على كل الناس، على مرمى ومسمع من كل الناس. ولما هاجي اقول حاجه، مش ممكن مصر كلها يا كابتن هاني، مصر كلها شايفه حاجه وهتطلع لي بقرار ثاني، تبقى كارثه. لا انا بايدك تماما يا كابتن سيد، وخاصه انت بتقول جزئيه العمليه ما بتغيبش عنها. يعني مصر كلها شايفه حاجه، شايفه حاجه معينه في شريط فيديو، ايوه تمام، شريط فيديو موجود او شريط المباراه كانت لسه المباراه يعني منقوله على الهواء، اوكي، ويتخذ قرار ثاني خالص. وبعدين انا لما هتقدم مذكره في لجنه الانضباط، احنا كمان هتقدم مذكره عن طريق اللاعب بتاعنا في لجنه الانضباط، وهي هترجع لحاجتين، الحاجه الاولى شروط اللقاء، الحاجة الثانية الناس اللي موجودة شهود، الناس اللي موجودة شهود. فاحنا مش كنا ما كناش هنتصدر على حاجة لو كهربا عاملها، اوكي، انا ماليش علاقة بأحداث سابقة فبناء عليها هتاخد فيها قرار، انا بتكلم على الموضوع ده اللقطة دي. وانا من واجبي، يعني احنا ترفعنا ان احنا نتكلم على حاجة مثلا ممكن يبقى فيها يعني قرار معاكسي اصلا عشان نحافظ على اليوم الجميل ده. لكن لو في حقوق يبقى حق كهربا ده اللي يتجاب اصلا. يعني لو في حقوق ترجع يبقى حق الكهرباء ده اللي اتجاب اصلا